بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام. حلقة جديدة متجددة بصحبتكم، برنامجكم بيتكم عامر. يا رب دائما البيوت تضل عامرة بأهلها وناسها وإحبابها ولماتها الطيبة، وأكيد بالطاعات ورضا الرحمن. مشاهدينا، خير الناس عند الله شخص تحلى بالمكارم والصفات، إذا جالسته يوما تجده لطيف القول موصول الثبات، وإن فارقته تشتاق دوما لرؤيته بدون مقدمات. فأنتم الطيبون مشاهدينا، الذين إذا تعذر اللقاء بكم فالعقل يرسمكم والقلب يحملكم واللسان يذكركم. فأدعو الله أن يحفظكم ويسعدكم أينما كنتم، أجاب الله لكم الدعاء وأبعد عنكم البلاء ورفع شأنكم في الأرض والسماء. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله تعالى. مشاهدينا الكرام، أكيد بجعبتنا الكثير من الموضوعات والفقرات والأخبار، بداية مع مختاراتنا المنوعة والمعلومات. بعد هيك إن شاء الله رح ننتقل لفقرة بعنوان الاستبصار في مشكلاتنا واجب، يعني قديش فعلا لازم نكون مستبصرين بمشكلاتنا، مع الأخصائية النفسية والتربوية منى فتحي صالح. أما موضوع فقرتنا الحوارية لليوم، موضوع هام يعني بيصادفنا كتير، عن الشخصية النرجسية، أسبابها وطرق علاجها. وضيفتنا دلال الظاهر، وهي أخصائية نفسية وتربوية وأسرية. أكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي آخر فقرة عنا بالبرنامج، واخترنا لكم موضوعين رح نشوفهم أكثر الموضوعات التي طفت على سطح السوشيال ميديا. هاي موضوعاتنا لليوم، وقبل ما نبلش المشوار دائما نتوكل على الله عز وجل ونصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا نكسب الصلاة والتوكل على الله دائما. يلا. يا الله قلبي على بابك سجد، يا حبيبي يا الله، ما أجملها من كلمات، وفعلا تشعرنا بقرب الله عز وجل وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا حبيبي يا الله. مشاهدينا الكرام، مباشرة لمختاراتنا، وأولى مختاراتنا عن موجة هالحر، والله يتلطف فينا ويا رب هيك رحمتك ولطفك بهالعباد والناس اللي يعني مساكين مش قادرين يوفروا يمكن مروحة، أو مش قادرين يعدوا بالفي، أو مش قادرين يشغلوا هالكونديشن يعني، وعندهم مثلا خلينا نحكي أقساط كهرباء كتير ومديونين. يعني يا رب لطفك ورحمتك فينا بموجة هالحر، موجة هالحر اللي عم تكتسح العالم مش بس عنا. يعني المملكة أكيد على موعد مع موجة حار جديدة، يعني هاي رح تدخلنا جديد، حيث أكدت إدارة الأرصاد الجوية إنه المملكة على موعد مع موجة حار جديدة نهاية الأسبوع الحالي. وقالت الأرصاد الجوية إن المؤشرات الأولية تشير إلى تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نهاية الأسبوع الحالي، تستمر حتى بداية الأسبوع القادم. يعني نحن تموز، والمثل بيقولوا بتغلي المي بالكوز وقابل اللهاب، لابد انه نتوقع انه في موجات حار بهدول الشهرين اكيد بلا شك، وتستمر زي ما قلنا حتى بداية الاسبوع القادم. بيّنت أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 5 درجات مئوية، وأوضحت أن العاصمة عمان ستسجل أكثر من 37 درجة مئوية خلال موجة الحر القادمة. يعني ممكن 37 هاي الرينج الطبيعي بخلال الموجة، وممكن ترتفع ل 40-41 بالعاصمة أو ما حولها. الله يلطف فينا ويتلطف فينا يا رب، وديروا بالكم دائما مشاهدينا إنه المي لازم تكون موجودة معنا، نشرب مي بالبيت وبرا البيت، وما حدا يطلع، خصوصا اللي بيطلع أولاده على النوادي حطوا معهم مي زيادة، الطواقي واقي الشمس حتى ما ينصابوا بحروق. أبنائنا اللي موديهم على المسابح ممكن خلال وهن بيسبحوا يتعرضوا لضربة شمس، ممكن الطفل ما بيقدر إنه لازم يغطس راسه ونزل راسه بالمي، لازم يكون المراقبين مفتحين عيونهم منيح، مش بس عشان من السباحة كمان من ضربات الشمس، واللي بيشتغلوا تحت أشعة الشمس الحارقة يديروا بالهم، لأنه ما بيشعر الواحد أنه فعلا صابته ضربة شمس، بيصيبه إغماء فجائي، تعب، بترتفع نبضات قلبه وممكن يوقع على الأرض، وبصراحة ضربة الشمس خطيرة. الله يعفي عنا يا ربي ويتلطف فينا خلال هاي الموجة الحارة.
بنفس السياق تقريبا مشاهدينا الكرام، لكن الدفاع المدني بمختارتنا الثانية بيحكي ارتفاع بلاغات الحرائق عنا بالأردن. تخيلوا الحرائق ارتفعت ل 100%. شو يعني 100%؟ يعني خلص حطمت الرقم القياسي، وصلت للحد العالي انه كل يوم في حرائق موجودة بالغابات بالأحراج عنا خلال طبعا الأسبوع الماضي. وقال رئيس شعبة العمليات في الدفاع المدني المقدم أحمد زيادات، في ظل موجة الحر التي تؤثر على المملكة، من الطبيعي انه تزداد حوادث الحرائق في المسطحات العشبية وحرائق الغابات وزيادة البلاغات عن الحرائق. كان بنهاية الأسبوع زيادة ملحوظة في عدد البلاغات نتيجة زيادة معدل الحرائق، خصوصا بالمسطحات اللي ملانة أعشاب بشكل عام وحرائق المسطحات الخضراء. تخيلوا يعني المسطحات الخضراء اللي عنا موجودة هي عبارة عن شجر، ونحن عارفين أنه معظم جبالنا ملانة شجر سرو وسنوبر وبلوط، هاي هي مسطحات خضراء. والمسطحات العشبية نحن بنعرف أنه المسطحات العشبية معظم أراضينا بالصيف بتتحول منشوفها عشب أخضر بالربيع، تتحول لأعشاب جافة، فمن السهل أنه يصيبها حرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة. شو اللي طيب بيشعل الحرائق؟ شخص بيكون لا يعني الله يسامحه ويا رب ينور بصيرته، برمي مثلا سيجارته، برمي أعقاب السجائر المشتعلة، ما طفاها رماها بالأرض، فهاي بتشتعل بيكمل اشتعالها ما بتطفي، فبتيجي على عشب ناشف. هذا العشب الناشف مع ارتفاع درجة الحرارة بيهب بيحرق الأخضر واليابس زي ما بيحكوا. وذكر أنه عدد البلاغات اللي وردت إلى غرفة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام خصوصا بما يتعلق بحرائق الأعشاب مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي والذي سبقه بازدياد، يعني تجاوزت 100% في عدد البلاغات الواردة إلى عمليات الدفاع المدني. في بداية الشهر الحالي كانت عدد البلاغات 183 بلاغ، مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي وصلت إلى 388 بلاغ. تخيلوا 388 بلاغ بأسبوع عن حرائق، يعني بزيادة 112% من نسبة الحرائق، حيث كان هناك ضغط عمل كبير على كوادر الدفاع المدني وسرعة في الاستجابة لجميع البلاغات رغم تزايدها. طبعا الله يعطيهم الصحة والعافية، جهودهم مشكورة، الدفاع المدني يعني على سرعة إنقاذ الموقف وسرعة تجاوبهم لما فعلا أي شخص بيشوف في حريق بتصل معهم خلال أقل من 5 دقائق بيكونوا ما شاء الله متواجدين. لكن نحن هون برضو دورنا أنه نكون متحملين المسؤولية، لما نطلع رحلات بدنا نشغل هالفحم، نشوي، ندير بالنا قبل ما نروح، ما نقول أنه رح يطفي لحاله، لا، نحن شايفين قديش في هواء دافئ وساخن ورياح بتكون قادمة مع موجات حارة، هاي بتنقل شرارات الفحم، الشرارة اللي مشتعلة وبتطير وبصراحة بتحرق للأسف أراضينا ومسطحاتنا اللي نحن بصراحة بننبسط لما نشوفها خضرة وبننبسط على جبالنا الخضرة، ما بدنا إياها تتدمر للأسف الشديد، لأنه هذا إرثنا 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 البيئي وجمال بلادنا بشجرها الموجود، إن كان سنوبر ولا بلوط، ونحن بنشتهر بشجر البلوط الجميل، خلينا ندير بالنا. الله المستعان. مشاهدينا الكرام، مختارتنا الثالثة حول نتائج التوجيه وطلابها التوجيهي اللي لسه يعني عم بتعبوا وعم بجدوا، ويعني إن شاء الله قريباً مش ضايلهم إلا كم من يوم وبيخلصوا امتحانات هالتوجيهي. وكشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة يوم الاثنين، بيقول الموعد المتوقع لإعلان نتائج التوجيهي متى هو موقع يعني وقت متوقع وليس محدد تماماً، لكن صدور النتائج الثانوية بعد 20 يوم إلى شهر من نهاية آخر يوم امتحان، يعني متوقع زي ما هو دائما كل سنة بيقولوا أنه توقعوا شهر، ما تتوقعوا قبل، عشان سبحان الله الطلاب بيكونوا قاعدين ومتحمسين، هاي خلصنا لنا أسبوع، خلصنا لنا أسبوعين، لكن توقعوا لكم شهر زمان. الامتحانات بتتصلح مرة مرتين ثلاثة، بتتدقق، تتدخل على أجهزة الكمبيوتر، الكمبيوتر بدققها، بدققوا العلامات، فكل هذا بياخد وقت وجهد. وتوقع طبعا الكنانة قلنا 20 يوم لشهر، وقال إنه الأردن
أنهى أكثر من نصف الشوط في امتحانات الثانوية العامة، وأوضح أن جميع الأوراق أوراق الامتحانات التي تقدم لها الطلبة كانت تراعي الفروقات الفردية ومن داخل المنهاج المدرسي ولم تخرج عنه. وسمعنا أنه البلبلة اللي صارت بامتحان الرياضيات، وكثير طلاب طلعوا عم بيبكوا، طالبات انهاروا، وجد الدفاع المدني، لكن المادة من ضمن الكتاب حسب ما قال الأستاذ كينانا، وأشار إنه الوزارة تعمل كل ما في وسعها لتجنب الأخطاء، مستدركا إنه الوزارة لا تبرر الخطأ وإن حدث فإنها تعترف به. يعني نتمنى لطلابنا إن شاء الله التوفيق والنجاح. امتحان الثانوية العامة أكيد فيه فروقات فردية، وكل طالب بيطلع بيحكي حسب هو دراسته وحسب مستواه العلمي. يعني مرات بسمع طالب إنه الامتحان سهل، طالب آخر بيقول إنه ما في وقت، طالب بيقول في وقت بس الامتحان كانت أسئلته صعبة. فكل طالب حسب هو فهمه للمادة، حسب دراسته للمادة، حسب استيعابه، ما في شيء بنقدر ناخده بالمجمل. فالله المستعان، ربنا يقويهم ويكون معهم، إن شاء الله بنتمنى لهم التوفيق والنجاح. وكل واحد إن شاء الله قدم الثانوية هذا العام ربنا يكلله بالنجاح والرضا إن شاء الله. رح ننتقل مشاهدينا الكرام لمختارتنا الرابعة، والمركز الوطني للإبداع يطلق برنامج أبدع التدريبي لعام 2023. يعني برنامج حلو كتير، حيث أعلن المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين عن إطلاق برنامج أبدع التدريبي لعام 2023، وهذا انسجام مع أهدافهم الاستراتيجية بتمكين المبدعين وريادي الأعمال الأردنيين. بهدف البرنامج في دورته الثانية لبناء ورفع قدرات المبدعين والرياديين والباحثين الأردنيين وتزويدهم بمهارات وأدوات جديدة بتساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها لمشاريع تجارية ناجحة والارتقاء بأعمالهم وصولا للأفضل ولأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى لتحقيق الطموح الوطني نحو أردن أكثر وابتكارا. يعني قديش نحن فعلا لازم يكون عنا دعم للمبدعين، مبدعين العلوم والتكنولوجيا والمهندسين اللي بيشتغلوا بهذا المجال، لأنه الحياة بتطور مستمر، بتطور تكنولوجي عالي، ونحن شايفين أنه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لوين عم بياخدنا. فضروري فعلا ندعم الأعمال الريادية والمبدعين طبعا. وهذا سيقام طبعا البرنامج، برنامج أبدع التدريبي بمدينة العقبة خلال شهر آب للعام الحالي، وسيتم خلاله توفير تدريب مكثف يتناول العديد من المحاور المتعلقة بالابتكار والإبداع وريادة الأعمال، بهدف خلق جيل من الشباب الطموح القادر على إيجاد حلول للمشكلات المعاصرة لتعزيز الريادة في القطاعات المختلفة وإحلال ثقافة الابتكار. بيتم طبعا فتح باب التسجيل للأردنيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عام، لكل شخص مهتم عمره أكثر من 18 عام والذين لديهم أفكار طموحة طبعا بتاريخ 29/7 للتقدم والاستفادة من برنامج التدريب المجاني. طبعا برنامج تدريب مجاني بتقدروا تشاركوا فيه 29/7، تقدموا، هلأ الباب مفتوح بخلال هذا التاريخ، وذلك من خلال الرابط وعن أهمية برنامج أبدع التدريبي. طبعا أوضح رئيس المركز الوطني للإبداع دكتور حسام خصاونة عن موائمة البرنامج وأهداف المركز بنشر ثقافة الإبداع والريادة طبعا ودور المبدعين. أي شخص عنده أفكار إبداعية بفوت على رابط المركز، طبعا بفوت على المركز الوطني للإبداع برنامج أبدع التدريبي، بسجل، باب التسجيل مفتوح، وزي ما حكينا إنه الدورات في العقبة وهي مجانية حتى يدعموا هالمبدعين الشباب. وإذا كان فعلا عمرك فوق ال 18 مش غلط، جربوا قدموا لأنه رح تستفيدوا ورح ينفتح لكم أبواب وآفاق كثيرة إن شاء الله بمجال العمل. نتمنى التوفيق للجميع. ومختارتنا الخامسة والأخيرة، يعني نحن بنعرف قديش مواقع التواصل الاجتماعي لها أضرارها ولها إيجابياتها، لكن هي سلاح ذو حدين. لكن علامات تؤكد ضرورة التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هاي 6 علامات راح نشوفها. إذا ظهرت عنكم هاي 6 علامات خففوا من السوشيال ميديا أو حتى
ابتعدوا عنها قد ما بتقدروا. خلينا نتابع بهذا الفيديو مع بعض. مشاهدينا الكرام، فعلا قديش وسائل التواصل الاجتماعي ويعني تفقد الهاتف بشكل مستمر يسبب يعني امور كارثيه، خصوصا على النفسيه واولها الاكتئاب. وبصراحه انا اجد جيل الشباب، هذا الجيل الحالي الذي تعلق بالهاتف، هو من يعاني بكثره من اضطرابات نفسيه بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعتها بشكل كثير كبير. فأرجو من جميع الأهالي نصحهم ويمكن أعرض عليهم هذه المختارة لحتى فعلا يشوفوا حقيقة الأمر، لأنهم هنا بيستهينوا، بيقول لك لا هي وسائل التواصل الاجتماعي مسلية ومفيدة، لكن ما بيعرفوا قديش بتزرع الألم في عقلهم الباطن وفي نفسيتهم. ربنا يعافينا جميعا. ولهون بتكون انتهت فقرة مختاراتنا. رح ننتقل إن شاء الله لفقرة نفسية تربوية عن الاستبصار في مشكلاتنا. واجب يعني قديش نكون عارفين مشكلاتنا ومستبصرين بها مع الأخصائية النفسية والتربوية منى فتحي صالح. خلينا نتابع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل يزيد بن معاوية أحد الرجال من كان حوله، فقال له: ماذا تقول في الولد؟ قال: إنهم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، نحن لهم أرض ذليلة وسماء ضليلة. قيل أن أحد الصالحين كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه يقبل ابن حفيده الحسن، وقال له: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ولم أفعلها من قبل هذا قط. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. أجاني زوجين، هذان الزوجان كانوا على خلاف، مختلفين دائما، في توتر حقيقي ما بينهم. سألتهم: شو أسباب هذا التوتر وهذا الخلاف؟ قال: والله من بداية زواجنا خططنا لكل شيء، خططنا لإدارة البيت، خططنا للمصروف، خططنا للزيارات، خططنا للأعمال، خططنا للهدايا، حتى خططنا لإجازاتنا، خططنا لكل شيء وكنا على اتفاق كامل. من بين الأشياء اللي سألتم عنها حتى في الولد ماذا خططتم؟ قال الشاب: قال أنجبنا ولد، إحنا قررنا أنه ننجب أول ولد، كان ولد كان بنت إحنا رضينا فيه ومن بعده لا نريد أي إنجاب. هذا الاتفاق هو كان مجحف من هذه المشكلة الحقيقية، أن هذا الاتفاق كان مرضي بالنسبة للزوج ومجحف بالنسبة للزوجة. كانت الزوجة هي فعلا غير راضية على أن لا تنجب إلا طفل واحد. الآن هذا الطفل عمره 8 سنوات، يسعى إلى
وقايته بكل الوسائل. كانت الوقاية من الدرجة الأولى، الدرجة الأولى هي أن يسخروا كل الظروف أن يمنعوا عنه أي مشكلة قد يقع فيها هذا الطفل. الوقاية من الدرجة الثانية كانت إنهم يكونوا مستعدين إن حصلت مشكلة معه في بيئته المدرسية، في بيئته الطفولية مع أقرانه، أن هم يواجهوا هاي المشكلة. الوقاية من الدرجة الثالثة أن هم الأبوان يدفعوا عنه هاي المشكلة. الآن هذان الأبوان كانا يتحملان من الضغط ومن الجهد على أنفسهم إنهم ما يكون عليه أي غلط في تربية هذا الولد. الآن كل واحد فيهم مستعد أن يكون إن حصلت مشكلة معينة أو الولد تأذى بشيء معين أن يلقي اللوم على الآخر، أنت قصرت وأنت قصرتي. هذه هي التوتر، هذا هو التوتر الحقيقي الذي كان مكبوت في كلا الزوجين. هم كانوا يعوا أن كل التخطيط اللي خططوا له كان ماشي على المسطرة، ما كان عندهم أي مشاكل، لكن المشكلة الحقيقية لم يستبصروا فيها، إنه الآن كان أمر الإنجاب بطفل واحد هو مجحف بحق طرف من الطرفين، لم يتفقوا عليه، لم يكن مرضي لهم. الآن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعي أن الولد والأخ على الأخ والأخت على الأخت هم رحمة فيما بينهم. الآن التنافس ما بين الأخوة هذا حقيقي وواقعي وشيء سليم وشيء مطلوب ومحمود عند الأولاد ومحبوب عند الوالدان، حتى يعوا أن هذا الولد يحتاج إلى أخ، وهذه البنت تحتاج إلى أخ، وهذا الولد يحتاج إلى أخت. الآن الأسرة لا تكتمل إلا بزينة الحياة الدنيا، وزينة الحياة الدنيا لا تكون على تخطيط الكماليات فقط، إني أنا بدي أحطه في أحسن مدرسة، إني أنا بدي أحطه في أحسن بيئة، إني أنا بدي أحطه في أحسن مكان، ولا يعي الحاجة الحقيقية من الفطرة السليمة أن يكون اجتماع الولد بالولد، اجتماع البنت بالبنت في هذه البيت، في هذا البيت وفي هذه الأسرة. الآن المشكلة الحقيقية عند هؤلاء الزوجان أنهم لم يتفقوا على أهم ما يجب الاتفاق عليه، أن يكون عند هذا الأخ طفل آخر ينافسه بالأخوة وبالمودة وبالحب وبالرحمة، حتى لا يتعلم كثير من الأساس من السلبيات التي قد يتعلمها على كبر. هذا ليس بالعموم وليس بالمطلق، ولكن غالب الأسرة أو الأسر التي تعتمد أن يكون لديها طفل واحد هي لا تعي بالضبط أن كيف تتعامل مع هذا الطفل بما ينشئ من النشأ الصالح ومن الرعية الصالحة. الآن تلبية احتياجات أحد الطرفين أن يكون الاثنين متفقين مشتركين على أن تكون كل الاستراتيجيات ما بينهم هي واحدة أو تكون متكافئة. بيوتكم عامرة إن شاء الله بالحب والسكينة، والحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرتنا الحوارية. النرجسية تعني حب النفس أو الأنانية، وهو اضطراب في الشخصية حيث تتميز بالغرور والتعالي والتكبر والشعور بالأهمية ومحاولة الكسب ولو على حساب الآخرين. هذه الكلمة نسبة إلى أسطورة يونانية ورد فيها أن نيركسوس كان آية في الجمال وقد عشق نفسه حتى الموت، وعندما رأى وجهه في الماء طبعا ما صدق حاله، ربما يعني صابه غرور شديد ويمكن وقف قلبه، صابه جلطة وقد توفي بسبب حبه لنفسه الكبير. موضوعنا اليوم مشاهدينا الكرام عن الشخصية النرجسية، أسبابها وطرق علاجها، مفهوم شو النرجسية، نفهم عنها أكثر، نشوف الأشخاص اللي عندهم نرجسية كيف بيفكروا، كيف نقدر نعرف شخص عنده نرجسية ولا هو شخص واثق من نفسه. يسعدنا اليوم أن نرحب بالأستاذة دلال الظاهر، وهي أخصائية نفسية وتربوية وأسرية. أهلا وسهلا فيك أستاذة دلال، نورتينا وشرفتينا، بيتك عامر. الله يسعدك، بيوتكم كلها عامرة إن شاء الله. الله يكرمك يا ربي. يعني أنا هيك بالمقدمة حكيت شوي شو الشخصية النرجسية، لكن لابد أن يعني نفهم أكثر عن الشخصية النرجسية، مفهومها أكثر، شو تعني بالضبط. بقول لك يعني أوكي، واحد حلو الواحد يعتز بنفسه، حلو الواحد يكون واثق بنفسه، لكن ما هي الشعرة التي تقسم بين الغرور والنرجسية الثقة بالنفس والنرجسية؟ تمام بالضبط. هلا شوفي، انا دائما بحب يعني ست رانيا انه لما اعطي تعريف اعطيه من الاعماق، فانا دائما بحكي لهم هي النرجسيه هي نوع من انواع التمركز حول الذات.
اللي بيكون احنا مسيطر علينا بمرحله الطفوله. يعني احنا دائما نحكي لاي ام، نحكي لها ابنك من الثلاث من 3 سنوات لست سنوات متمركز حول نفسه. كيف يعني؟ يعني العالم بينطلق منه، يعني هو محور العالم، هو الصح، هو اللي يملك كل شيء. عشان هيك بيعنده الصغار بدهم يعني يعملوا اللي بدهم اياه، وبصر انه انا بدي بدي بدي. لكن هاي احنا بنحكي لها مرحله، وبيبلش الانسان بعديها يختلط بالمجتمع، يتعامل بفطرته السليمه انه انا كائن اجتماعي بصير في عنده تشارك مع الاطفال الاخرين. هلا للاسف انه انت لما تبلشي تاخدي سمات الشخصيه من الطفوله، في شخصيات بتضلها متملكه بموضوع التمحور، بتضلها ماسكه معها لطول سنوات حياتها، خاصه اذا اجاها تعزيز ودعم انه انت شخصيه يعني مختلفه وانت شخصيه مميزه جدا. فانا دائما يعني بدقق انه النرجسيه هي تمحور الشخص حول نفسه، رؤيته لنفسه انه هو مركز العالم. يعني زي ما حكيتي انت قبل شوي، في ثقه وفي نرجسية. يعني في ثقة، الثقة حلوة كتير، الاعتزاز بالنفس جميل جدا، لكن التعالي على الآخرين والتقليل من قيمتهم عشان أنا أكون أفضل من الجميع وأكون أنا دائما في قمة الهرم، هون ببلش في عنا ما يسمى بالاضطراب، لأنه ببلش عائق ما بين الشخص وما بين فطرته الاجتماعية مع الآخرين، عائق ما بين الإنسان وفطرته السليمة بالاعتزاز بالنفس. وكأنه يعني بدي أشبه الذات المنفوخة، كأنه زي بالون منفوخ، يعني يشعر أنه هو كل شيء. بالضبط. طب يعني بدي أرجع لنقطة هيك حكيتي فيها مهمة، الأطفال بعمر معين بيكونوا متمركزين حول الذات، ويمكن بنشعر أنه بيرجع بسن المراهقة الصبية أو الشاب بيرجع بتمركز حول الذات، وبنشعر العند هون وبيكون شاعر هذا الحكي نفس الشيء أنه هو كل شيء. شو الأمور اللي فعلا بتخلي الأهل يعززوا النرجسية عند الأبناء؟ أنت قلتي أنه ممكن تنفخ بابنك زيادة مثلا، إذا كان عنيد ممكن تقولي له معلش خليه على عنده لأنه بدي أطلع ابني ذات شخصية قوية. شو الأشياء اللي فعلا الأهل بيرتكبوها حتى بيطلع ابنهم بمراحل عمره أنه خلاص بالنهاية صار شخص متمركز حول ذاته فنرجسي؟ تمام، هاي نقاط كثير مهمة. شوفي أنا دائما بحكي لهم إحنا شخصيتنا زي بصمتنا، كل إنسان فينا متفرد عن الآخر حتى لو كنا تحت مسميات واحدة. يعني مثلا لو كنا إحنا تحت مسمى شخصية اجتماعية بس صفاتنا بتختلف، كل إنسان له صفات مختلفة. هلأ الشخصية شو اللي بيبنيها حضرتك؟ أول إشي الجينات الداخلية، اللي هو كيف إحنا انولدنا، شو هي فطرتنا، بتلعب دور كثير كبير. هلأ بعد هيك هاي بتاخد 30%، بعد هيك 70% ببلش عندك التربية والمجتمع شو بيعزز، والأهل شو بيدعموا شو بيزرعوا داخل الطفل. هلأ هحكي لك شغلة عن التربية. أول نقطة ممكن إنه إحنا ندمر فيها أطفالنا هو حبنا المفرط لإلهم. حبنا المفرط لإلهم هو اللي بخلينا إنه إحنا نعززهم بطريقة، يمكن أنا بحكي لها طريقة عمياء. يعني احنا كلنا من منطلق اهل بتلاقينا انه ماما انت احسن واحد في العالم، ما في مثلك، اوعك تخلي حدا يتعدى عليك، اوعك تخلي حدا احسن منك، بدي اياك احسن من كل مثلا اولاد خالاتك، فبتعدم التشاركيه بينهم. بالضبط. فانا هون خليته يضل متمركز حول نفسه واعززه، وكل ما ينجز احكي له برافو عليك، بدي اياك هيك، بدي اياك تضلك قوي، بدي اياك تضلك احسن من الكل. كلمه احسن من الكل هاي رح تنزع من عنده الرحمة بينه وبين الآخرين أو التشاركية معهم، فبتلاقيه صار إنسان أناني. طب شو الجملة الأصح؟ لأنه كل الأهل بيستخدموا هاي الجملة. أكيد. وخليك الأشطر، وخليك الأحسن، وخليك الأرتب، ودائما بتوقعوا ابنهم لازم يكون مثالي. بالضبط. هلأ شوفي، يعني أنا دائما بحكي لهم في مصطلحات أجمل ممكن إنه إحنا نحكيها للأطفال. يعني مثلا لو حكيت له أنا ماما الإنسان الشاطر الذكي المتفوق بلاقي مستقبل كتير حلو، فأنا بدي إياك تكون كتير شاطر كتير ذكي كتير متفوق. ماما النظافة من الإيمان، هاي منبعنا، فلازم إحنا نكون نظيفين بدون التعاري، بدون ما أنا أقارنه بالناس، بدون ما أنا أحكي له بدك تكون أشطر من كل الناس. أو ممكن مثلا تحكي له خليك من المتفوقين أو من المبدعين، من هيك يعني لأنه في نحن كلنا مع بعض. بالضبط. فأنا بقدر أني أنا أختار مصطلحات.
مع انه بتلاقينا احنا يعني، ولا ابرئ نفسي، لما بدنا ندلع اولادنا والله ما في مثلك يا ماما، والله احسن واحد في الدنيا، رح اورجيهم كيف رح تطلع احسن من الكل. فاحنا حتى هاي لو حكيناها عن مزح مره مرتين حتعدي طبعا، بس انه انا لما ازرعها زراعه بطفلي. وانا كثير كنت اشوف مثلا مواقف انه يجي مثلا طفل انه متعدي على صاحبه او ضارب صاحبه او قادي دفاعا عن نفسه، هاي كمان تربية خاطئة. هلا انا مثلا بحكي لابني دافع عن نفسك، بس ما بحكي له اذي غيرك. فبيجي بتلاقي الام عززته، برافو عليك، كسره بالضبط، كسره هاي بس ما كثير كسره. يا عمي شو هالتربية هاي؟ طب ما هو ابن الناس. عرفتي؟ فاحنا دائما نحكي الولد الصغير مثل الحصالة الفاضية، شو ما بتعبي صحيح. فيه بيعبي. فإحنا ليه نخسرهم بمثل هيك مرحلة؟ إحنا عنا أسمى رسالة إحنا كأهل نوصلها لأولادنا، هي إنه إحنا نزرع فيهم إنسان سوي صحيح سليم فكريا جسديا، يعني إنسان مثمر في المجتمع. عرفتي؟ فلازم يكون في عنا انتقاء للمصطلحات في التعامل معهم. حلو كتير. طب بدي شوي هيك أفرق بين الشخص النرجسي واضطراب الشخصية النرجسية، لأنه بنسمع المصطلحين وما بنعرف يعني، طب هو هل هو الشخصية النرجسية شخص مريض؟ طب لما تيجي للاضطراب، اضطراب الشخصية النرجسية شو يعني؟ دخلنا بعمق أكثر بالمرض، فبدنا نفرق بيناتهم. هلأ شوفي، نرجع نحكيها كمان مرة، إحنا دايما زي ما حكينا ما بين الاضطراب واللا اضطراب شعرة، ما بين الواقع والخيال شعرة. فهلأ السمات النرجسية على فكرة هي مش سمات، يعني خلينا نحكي إنها هي مثلا سمات سامة زي ما بنسمع، لا. هلأ أنت لما تكون إنسان يعني مثلا معتز بنفسك جدا، بتصير علاقاتك موسعة أكتر، نجاحاتك مبهرة أكتر، بصير إنجازك أقوى بين الآخرين، رغم انه انت في مواقف معينه بتحس انه اوفرت، زودت. لكن قادر تسيطر على حالك. فكل شيء احنا قادرين نسيطر عليه لا يسمى اضطراب، يسمى سمات احنا تسمينا فيها، لكن قدرنا انه احنا نتغلب عليها. يعني زي كيف مثلا انت او انا نتصرف تصرف معين بموقف معين، بنراجع انفسنا في البيت، يمكن المره الجايه اوكي حنعدل عليه. فأنا دايما بحكي طالما أنت تحت السيطرة فأنت قاعد بتاخد سمات بتوظفها بأماكن معينة، لقيتها مناسبة بتكمل، ما لقيتها مناسبة أنت بتهذب نفسك بنفسك. لكن لما أنا أدخل بالاضطراب أنا خرجت عن السيطرة. الاضطراب دخلنا بحالة مرضية بالضبط، هو حالة مرضية بتعمل عائق ما بين الشخص ونفسه وما بين الشخص والمجتمع اللي حواليه. ولعلمك سترانيا بصير الموضوع خارج عن سيطرتي، يعني بصير أنا إنسان نرجسي مش بإيدي، أنا إنسان متعالي مش بإيدي، أنا إنسان مثلاً عم بقلل من قيمة الآخرين، بطل الموضوع بسيطرتي، صار الموضوع بده تدخلات أكبر مني. طب بدنا نشخص الشخصية النرجسية، شو مثلاً في أعراض بتظهر عليه عشان نعرف إنه هذا شخص نرجسي عم نتعامل معه، ولا هذا شخص والله واثق من نفسه؟ ومرات المجتمع بظلم، بنكون نشوف شخص يعني بتعامل بإرادة وإدارة وحزم وثقة بالنفس، ممكن أقول لك هذا نرجسي لأنه ما عجبني، أو ممكن أنا أغار فبقول إنه شوف كيف بعمل والله نرجسي. مرات بنقول في شخص معلق صورته بالبيت بتقولي عنه نرجسي، فأنا بدي أعرف بالضبط شو الشخص النرجسي. إحنا على فكرة يعني المجتمعات كتير شاطرة بالبرمي الأحكام على السريع، بتلاقيهم ما شاء الله على السريع الكل بيفهم في الموضوع. هلا فعليا احنا بتسقط منا كلمات هيك انه انت نرجسي، يمكن لانه احنا بنسمع شو هو النرجسي، فبصير يتهيأ لنا اي تصرف من هذا الشخص تابع للنرجسية فهو نرجسي. لا، هلا انا هحكي لك ثلاث سمات هاي ملتصقة تماما بالشخص النرجسي المؤذي، يعني الشخص النرجسي اللي ممكن انه هو تعاملك معاه يأذيك ويأذي. تمام. اول نقطة عنا وحكيناها هلا اكثر من مرة اللي هو حب الذات، يعني في انانية شديدة، في انانية شديدة عنده، بحب نفسه بطريقة انت ما بتتخيليها. حب النفس عنده هذا بنزع الرحمة من داخله، ما بتلاقي عنده شفقة على الآخرين، ما بتلاقي عنده حب للناس، ما بتلاقي في عنده تعاون مع الناس أو مثلا تنازل. خلينا نحكي مش ضروري أنت تكون دائما كل الأضواء حواليك، لا، فهو بتلاقيه إنسان عنده أنانية يعني قمعية. وكل إشي في الحياة إله، وكل الكلمات الحلوة والمدح إله،
يا ويل ويله اللي بنمدح قدامه يمكن يقتله. يا لطيف. طب قبل ما تكملي هون نقطة، يعني الشخص النرجسي بحب المدح، هل أنا أمدحه عشان أو أخلي علاقتي معاه منيحة، ولا أصلاً ممكن يعني علاقتنا تضل خربانة؟ لأنه مرات شخص نرجسي فعلاً أنت ما بتعرف تعاملي معه، كيف أرضيه بما أنه أناني؟ هو بما أنه بحب المدح، هل أمدحه ما شاء الله هالجمال وهاللبس وكذا، ولا حكي فاضي مش لازم أعزز هاي النقطة عنده؟ هلأ شوفي أحكي لك شغلة، هلأ إحنا بفطرتنا بنحب المدح جميعاً، أكيد بنحب الواحد كلمة طيبة. فأنا دائماً شو بحكي، لما أنت تتعامل مع شخص نرجسي خليك طبيعي، كان لابس لبسة حلوة احكي له شو هاللبسة الحلوة عادي، بس ما كانش لابس لبسة حلوة أنا مش مضطر يعني عشان ترضيه يعني. لأنه أنا لو مدحته أنا حزيد من الأنا تبعته. فعلا. فلما أزيد أنا من الأنا تبعته وأعزز هاي الشخصية فيه، فأنا عم بوسع بالاضطراب تبعه لحد ما ينتشر، بكرة بصير في له حقوق عندي وعند غيري. صحيح. بصير يطالب طبعاً فيها طبعاً. فعشان هيك أنا دايماً بحكي المدح ضمن المعقول بشكل الطبيعي المتوازن. أما أني أنا أمدح يعني مثلاً شيء مش موجود أو إنجاز هو ما أنجزه، بكون أنا بصراحة عم بأذيه مش عم بصلح فيه. طيب النقطة الأولى أنه شخص أناني واضحة جداً. الثانية، النقطة الثانية اللي هو خلينا نحكيها، هو طبعاً كله متفرع من بعضه، اللي هو عنده تعالي، عنده تعالي. يعني أنا هاي اللي دايماً بحكيها، شوف حاله أحسن من الآخرين. بالضبط. أنا هاي اللي دايماً بحكيها يا جماعة، فرقوا بالإنسان اللي بيكون فخور بنفسه وشايف حاله بحاله، لأنه ممكن عنده إنجازات هداك ما عنده إنجازات كمان بالنهاية. بالضبط. برافو عليكي. شايف حاله بإنجازاته بنجاحاته، شايف نفسه بنفسه، معتز بنفسه، هذا إنسان سوي. لكن أنت لما تقعد مع شخص يعني عدم المؤاخذة ممكن إنه هو يقلل من قيمتك أو يحتقر مثلاً من شكلك أو يبخس بإنجازاتك ويورجيك إنه أنت ما إلك قيمة، القيمة كلها لإله. هون فتنا بالتعالي، ويمكن زي ما حكيتي أنت يكون هو أصلاً ما عنده إنجازات بس هو أحسن منك. سبحان الله. جميع الحالات هو أحسن منك. فهاي سمة بصراحة كتير مميزة لإلهم. وبتشوفي أشخاص مثلاً بتقعدي معهم، انه خاصه لما تكوني قاعده في يعني جماعات، انه بتحكي لي مثلا، ممكن تحكي لوحده شوفي ما شاء الله عليها كل ما تفوت طلتها بتجنن، فبتلاقي النرجسي جنبك بحكي لك مين هي اللي بتجنن، انا مش عارف شو شايفين فيها شيء حلو. ببخس، بلش ايش يقلل من قيمتها. بعدين وين جمالها وهي بتكون حلوه وهو ما بشوف جمالها؟ بالمقابل بده يفرض نفسه انه انا احلى واحد في الجروب، انا احسن واحد في الجروب، انا انجزت افضل انجاز في الجروب. فهو بيقلل كثير من قيمه الاشخاص. يعني شو ما عملتي انتي، لازم يطلع لك انتقادات. يعني عملتي انتي لوحه بتجنن كثير، لازم يجيب لك الزاويه اللي مغبره فيها مثلا. بقول لك انه انتي ما انتبهتي، طلع كيف بينبش على العيوب. بالضبط. بطلع النقص. ليش بيطلع العيوب؟ احكي لك شغله. لانه هو بتنرفز وبتوتر اذا لا احد احسن منه. عشان هيك فدائما هذا الشخص بتلاقيه، يعني انا بصراحه بحزن عليهم، بحكي لهم على قد يا جماعه ما في عندنا الشخصيه النرجسيه بيحكوا عنها قويه ومتمكنه ومسيطره، على قد ما هي حزينه هشه، يمكن من هي هشه جدا من الداخل. هو انا دائما بحكي الانسان اللي صوته بعلى واللي بتلاقي عامل لحاله هيصه وليصه، نعم، بيكون في عنده من جوا ضعف مش قادر يسيطر عليه، فبيحاول يغطيه. تمام. صحيح. والتنظير تبعهم على الاشخاص، هم اكثر حدا بفهم، هم ما في زيهم، الاشياء اللي بيحكوها قانون. قانون لازم انت تمشي عليه، اذا ما مشيتي على هذا القانون مشكله. يا لطيف. عرفتي هاي ثاني سمه. ثالث سمة واللي يعني هي كمان بصراحة بتأذي هذا الشخص أكثر من غيره، إنه هو، نرجع نحكيها كمان مرة، إنه هو شايف إنه كل شيء منطلق من عنده، كل شيء. شوفي يعني الثلاث نقاط كلها مرتبطة ببعض. يعني كيف؟ يعني هلأ مثلا إذا هو موظف بشركة، هاي الشركة نجحت لأنه فيها. أيوة. إذا هو مثلا مسؤول عن مشروع معين، المشروع نجح لأنه هو، يعني لولا كان ما نجح المشروع. بالزبط. لولا الشركة وقعت. بالضبط. وللأسف موجودين. موجودين كتير. وخاصة إذا كان يعني إنجازهم جدا عادي، وبستنوك إنه أنت زي ما حكينا تنفخي فيهم. فانت ما نفختي، بتعرفي شو بده يصير وقتها؟ بده يفجر العالم من حولك. صحيح. فانه فعليا هدول الاشخاص انا بحزن عليهم، لانه عم بيتعبوا هم قبل ما يتعبوا اللي حواليهم. لانه انت يمكن تشوفيه ساعه
وبعدين يروح بحال سبيله، إلا إذا طبعاً كان شريك لإلك عايش إلا إذا وحدة زوجها نرجسي. بالضبط، هون بصير الألم، هون بصير الألم. يمكن ابن الأبناء ممكن. ممكن. يعني هون تكون كتير صعب للأسف. هون بصير الألم. إذا كان شخص بتتعاملي معه بطريقة عادية بيروح بحال سبيله، بصير الوجع ماسكه هو لحاله، وعلى الأغلب النرجسيين بصفوا وحيدين. لأنه شركاتهم بتكون فاشلة. طبعا. يعني بيهربوا الناس من حواليهم. بالضبط. بصيروا الناس يستثنوهم. بالضبط. لانه تصرفاتهم بصراحه شخصية مش محببه. بالضبط. شخصيه مش محببه. طب نحن كيف نتعامل معهم؟ يعني شخص نرجسي بتعامل معاه يوميا، نفرض انا عشان ما اعزز عنده نرجسيته اعرف اتعامل معه، ما اوقعه بمشاكل ويوقعني بمشاكل. صح. كيف مثلا ممكن؟ هلا شوفي، انا دائما بحكي لهم اذا انت بتحب حدا صح وبدك تتعامل معاه صح، بدك تطلعه من اللي هو فيه، خليه يفهم شو يعني أعيش الحياة بطريقة طبيعية. يعني دايماً إحنا بنحكي اللي هو زي ما بنحكي له المنهاج الخفي أو التعليم الغير مباشر، بيجي عن طريق إيش؟ عن طريق التقليد أو النمذجة. كوني أنت قدوة لإله، خاصة إذا هذا الشخص اللي معاكي حبك أو تعلق فيكي أو كان صديق لإلك أو كان زوج لإلك أو كان كذا 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 أو ابن أو بنت أو بغض النظر عن شو المصطلح، فكوني انت اول اشي اكسبي محبته، ثاني اشي كوني انت قدوته. هو بس التعايش جدا بتهيألي رح يكون صعب. هلا حيكون صعب في بدايتها، لكن انت لما تكوني مثلا قاعدة انت وياه وتورجيه انه انت عادي قادرة تشربي كاسة شاي بنعنع بقهوة على الطريق، مش ضروري انت تروحي تقعدي بأوتيل ضخم عشان تشربيها مثلا. مثلا انه هو بحب الفخفخة كتير. وتورجيه انه كل الناس قاعدة وانه انت مبسوطة كتير لانه هو موجود وكذا، فرح يحس هو تدريجيا انه انا عم ببالغ، انا عم بخطئ. ممكن. فبصير هو شوي شوي يراجع حاله. ليه؟ لانك انت بلشتي تغمسيه بالمجتمع الصحيح انه هينا احنا موجودين. وللاسف على فكره عم بتلاحظي النرجسيه عم بتزيد. ليه؟ لانه كله بده يطلع فوق. صح صح، كله بده يطلع فوق. فبتحسي انه النرجسيه كثير عم بتزيد هاي الايام، كله بده يطلع فوق، ما فيش حدا راضي يقتنع بالإشي الموجود عنده، ما في حدا راضي يقتنع بالملك اللي ربنا وهبه إياها. بدنا نتابع أنا وياكي هذا الاستطلاع والسادة المشاهدين. نزل فريق بيتكم عامر على الميدان وسأل: هل تعاملت مع شخص نرجسي وما هي صفاته باعتقادك؟ خلينا نشوف شو جاوبات الناس ونشوف هل عندهم دراية بالشخص النرجسي ولا لا. خلينا نتابع مع بعض. شخصيات نرجسية هلأ هم بيكونوا أشخاص عندهم تكبر، ما بيتقبلوا إنه حدا ينسحب من حياتهم، صعب التعامل معهم. الشخصية النرجسية بدي أحكي لك إنه أنا أصلاً شخص نرجسي. هو هذا إشي مش منيح. هو الشخص النرجسي بهموش حدا، بهموش مشاعر أي حدا، بده كل شيء لإله، بده هو يكون يقطع الكل. أنا هيك ماشي بحكي عن حالك بس بطريقة منيحة، طريقة خيرة، يعني مش زيهم بطريقة سيئة وبأذي الناس وهيك. عرفت، عايش مع حالي مع راسي هذا الاشي وبالدائرة الأولى اللي حولي. تعاملت وناس كتير صراحة، هو بالمدرسة والشغل وأكثر من مكان، هم بيحسسوك إنه بطريقة كتير بشعة، إنه إذا عملت موقف صغير بتصير شخصية هيك يعني إنه غريبة وبتصير شخصية تافهة بنظرهم، كل موقفه كله صغير يعني صراحة. بتمنى إنه يخطفه تماماً. صفة الإنسان النرجس طبعاً دائماً بيشوف حاله أحسن من الكل، دائماً هو بيكون بالصدارة، ما حدا أحسن منه، بيحب يتحكم في اللي حواليه، بيحب يعيش دور الضحية بالأهم من هذا كلياته، بشعر حاله طوال الوقت إنه هو مظلوم، ما في إشي بالمجتمع إنه قدره أو حسسه باهتمام، فبتكون عنده أكبر طاقة سلبية، بتكون عنده طاقة إنه ينتقم من الأشخاص اللي بيكون محيطين فيه، عنده أفكار بتساعد على الهدم، ممكن توصل فيه مرحلة إنه يعمل تحزبات بالبيت. عرفت علي كيف؟ لمصلحته طبعا. والله بشكل مباشر لا، الحمد لله ما تعلم، بس بتوقع الشخصية النرجسية اللي بحب حاله كتير، بعطيك اللي بدك اياه فجأة باخد كل اشي، وهو ابدا دائما مش غلطان، دائما هو صح وابدا ما بيعتذر. في شخصيات اللي بتحكي عنها كتير يعني بتكون متعجرفة شوي وصعب التعامل معها صراحة، فنضطر انه نتأقلم معاهم لانه كتير بالحياة موجودين، نضطر نتعامل معاهم.
يعني بنضطر نتعامل معهم لانه بالحياه كثير موجودين زي ما تفضلت الاخت. وكمان قالت واحده من السيدات انه ما بيعتذر، هل الشخص النرجسي ما بيرضى يعتذر؟ مستحيل يعتذر. عنده زي ما بيعترف لانه بخطئه، اصلا هو ما بشوف حاله غلط اولا، وثانيا ما في عنده قانون الاعتذار، هذا مرفوض بحياته. فهو بتعز عليه نفسه، بحس حاله نزل لتحت. للأسف. يعني جد يعني مسكين الشخص النرجسي. والله مسكين. ولمعلوماتك بوصل تعب حاله، بوصل لاضطرابات اكتئاب، بوصل لاضطرابات OCD، وسويس قهرية. بوصل، بدخل إذا ضل هو متملك من نفسه، لأنه مش كل المجتمع قادر يتقبله أو يتعايش معه، فبحس بالوحدة كتير. بدنا نختم بجملة صغيرة وأقل من دقيقة حبيبتي. النرجسي إذا كل شخص اكتشف أنه نرجسي بعد هذا اللقاء شو يعمل؟ شو بتنصحي سريعا؟ أنا سريعا بنصح نصيحة عن جد لكل الناس، أنه لما تحس حالك أنت فيك شيء غير سوي، هذب نفسك بنفسك قبل ما تخلي أي حدا في الدنيا يحاول أنه هو يهذبك. لما تحس في خطأ راجع نفسك، إذا قدرت تسيطر عليها لحالك بتكون بطل، ما قدرت تسيطر عليها مش عيب أنه أنا أوصل عند طب نفسي أو عند أخصائي نفسي عشان أنا أكون إنسان سوي مرتاح نفسيا مع نفسي ومع الآخرين. يعني الله يكرمك حبيبتي أستاذة دلال الظاهر، وأنت أخصائي نفسية وتربوية وأسرية، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. كلام عمرك جميل، نورتي يعني بالشخصية النرجسية وعرفنا عنها، وأكيد إن شاء الله هيك كل شخص قابل شخص نرجسي يعرف يتعامل معه. وبصراحة هو فعلا شخص نرجسي بيحزن. ما تزعلوا منه، حاولوا تعاملوا معه بطريقة صحيحة. يعطيك ألف عافية أستاذ دلال، نورتينا وشرفتينا وبيتك عامر يا رب. حبيبتي بيوتكم عامر. الله يكرمك يا رب. مشاهدينا الكرام، أكثر ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا بعد فاصل قصير، راجعين خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، أكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الفقرة الختامية برنامج بيتكم عامر، اخترنا لكم طبعا موضوعين. مشهد رح نشوفه هلأ بإحدى الفيديوهات بيوضح ما يعني معنى الكرم العربي الأصيل الحقيقي، في مشهد طبعا يرسخ كرم العرب وألفتهم مع بعض. رح نشوف إحدى العوائل السعودية في ضيافة أبناء عمومتهم في كركوك شمالي العراق، وسط فعلا سخاء وكرم عربي. هذا الفيديو انتشر بكثرة وكل الناس علقوا عليه وكانوا مبسوطين على هذا الكرم. خلينا نتابع مع بعض. اليوم عندنا عشاء سويناه، والعيال عمنا جونا من السعودية، سيرين على عيال عمهم بالعراق. هذا فرشنا السفر، الحين نجيب الصياني إن شاء الله، طبعا قدام مجلسنا. إن مجلسنا الحين مكانه شمال العراق، مدينة كركوك، الشارع العام هذاك طريق بغداد كركوك. حياكم الله شباب. شوف شبابنا هم اللي يجهزون يرتبون يقلطون خبز تحت، نقطع خبز تمام، والرز وترتيبات مترتبة. بندر كم ذبيحة؟ ثمان ذبايح؟ اي عافية ما شاء الله، ثمان ذبايح ما شاء الله تبارك الله. هذا جزء من الصياني، والله ما شاء الله ما قصروا، هالصواني والصدورة وأكيد اللحم والرز وغيره. صحة وألف هنا، وشفنا قديش العدد كبير ما شاء الله، يعطيهم ألف عافية. خلينا نشوف المسجات. أمجد بقول أهل العراق أهل كرم ونخوة ومن أكرم الشعوب العربية. رسالة أخرى، محمد بيقول اللهم وفق بينهما وزد من هذه النعمة على المسلمين، آمين يا رب العالمين. علاوي الباشا بيقول عافية، هذه صورة العراق التي نريد أن نخرجها للعالم من كرم وأصالة. فعلا أهل العراق أهل كرم. بدر أبو تايه بيقول ونعمة بأهل السعودية والعراق، هذه أخلاق العرب وكرمهم وطيبهم على مر العصور. هاي كانت بعض المسجات، وما شاء الله يعني دائما العرب وين ما كانوا أهل نخوة ما شاء الله عليهم.
رح نشوف فيديو تاني حلو جميل جدا بهذه الكلمات. أقسم بالله العظيم أن أراقب أو أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كل الظروف والأحوال، والله على ما أقول شهيد. مين قال هاي الكلمات؟ هذا ما ردده طلبة الطب في جامعة القدس، وهذا المكان فوق البائكة الجنوبية للمسجد الأقصى. طبعا يوم الأحد كان يعني هي سنة حسنة بتكون يعني شوفوا ما أجملها. هلأ رح نتابع هذا الفيديو مع بعض. منذ 23 عام هذه أسنها طلاب القدس هذه السنة الحسنة، حيث يؤدي الطلبة الخريجين القسم الطبي في الأقصى. شوفوا ما أحلاها، قسم طبي بالأقصى، منطلقين من أقدس الأماكن إلى أقدس المهن. وقديش فعلا يعني مهنة الطب هي مهنة إنسانية بحتة مقدسة، وعندما تخرج ويخرج هذا القسم من مكان مقدس، مقدس عند جميع شعوب العالم، عند العالم المسلم. خلينا نتابع مع بعض. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أراقب الله في مهنتي، أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال، في كل الظروف والأحوال، بادلا وسعي في استنقاذها من الهلاك، بادلا وسعي في استنقاذها من الهلاك، استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأن أحفظ للناس كرامتهم. ما شاء الله عليهم، الله يوفقهم يا رب وينفع فيهم ويجزيهم كل خير. خلينا نشوف بعض التعليقات. ليلي بتقول ما شاء الله، الله يبارك، ربي يحفظكم ويبارك فيكم جميعا يا رب العالمين، ألف ألف مبروك عليكم، ربي يحفظكم ويبارك فيكم إخوتنا جميعا في فلسطين، نصر من الله وفتح قريب إن شاء الله. جمانة بتقول مبارك ما شاء الله عنكم تبارك الرحمن، ما شاء الله عنكم تبارك الرحمن. عمر بيقول مبارك، وفقكم الله وأعطاكم القدرة على حفظ هذا القسم وحمل هذه الرسالة. سونا بتقول ما شاء الله، ربنا يوفقهم ويعينهم على حمل الأمانة. هاي كانت بعض التعليقات، ومن هذا القسم الجميل بالمكان الأجمل ومن أجمل بقاع الأرض المسجد الأقصى. أكيد بيكون مشوارنا انتهى ببيتكم عامر مشاهدينا الكرام، بتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا أكيد، ونلقاكم أكيد في الحلقات القادمة. نترككم في أمان الله ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.